احمد حسام لو جاله دلوقتي في الصيف عرض من الاهلي والزمالك هيروح فين؟ والله بعيد عن الفلوس بقى وبعيد عن اي حاجه طبعا، لازم اداره نادي الجونه تكون يعني، ده نتكلم كيف كده موافق؟ مبدئيا، لازم يكون العرض المالي لنادي الجونه مرضي ليهم، لان زي ما قلت لك كده انا النادي ده ليه مكانه خاصه عندي، لان هو ده اللي عمل اسم احمد حسام. تاني حاجه ان نادي الاهلي او نادي الزمالك رقم واحد ابص في فرص اللعب طبعا. انا بصراحه بيبقى رقم واحد بالنسبه لي بعيد عن اي حاجه، بعيد عن الماديات، طبعا الماديات مهمه، بس رقم واحد بالنسبه لي اللعب. ما بلعبش اصلا، انا جربت قعدت 4 سنين ما لعبتش، فاهم؟ جربت فاللعب ده الشغل. اللعبه ده نعمه، اللعبه ده نعمه طبعا، سواء اهلي سواء زمالك، اللي ليا فيه فرصه للعب اكتر طبعا هتجي ليا طب يعني. انت شايف فرصك في اللعب في الزمالك ولا الاهلي؟ والله الاثنين اللي عندهم لعيبه كويسه جدا مين اسهل ان انت تلعب؟ والله، مع اصليه بتاعت ربنا. خلي بالك، ممكن اجي اقول لك ايه، انا الاهلي فرصه لعبي اكتر وما تبقاش فرصه لعبي اكتر، وابقى فرصه لعبي بالزمالك اكتر والعكس، فاهم؟